اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. جوله كانت طويله النهارده لمعالي رئيس الوزراء. فعلا يعني ابتدت حوالي 4 ساعات ونص تقريبا. نعم. التركيز والهدف منها كان ايه يا فندم؟ يعني هي الجوله شملت عده يعني عناصر. بدا طبعا بزياره اداره مرور الجيزه في مدينه 6 اكتوبر. تم افتتاحها امتى تقريبا؟ لا هو هتفتتح رسميا في خلال الايام الجايه. هو الهدف هو تفقد المنشاه بعد انشائها وتجهيزها وبدء يعني عملها بشكل جزئي، لا يعني مش لخدمه المواطنين، لم تبدا بعد يعني بشكل رسمي لخدمه المواطنين، لكن هيتم افتتاحها خلال الايام القادمه. طبعا بتقدم خدماتها وفقا لاحدث ما وصل اليه يعني العالم في مجال تراخيص المرور، حتى العالم فيما يخص طبعا حتى احدث ما وصل اليه العالم. طب هايل. يعني دايما كنا بنشوف في الدول اللي هي الاكثر تقدما موضوع الفحص الفني للسيارات يتم بشكل آلي. احنا عندنا الفحص الفني للسيارات كان بيتم يعني بمجرد النظر، يعني فحص الكاوتش مثلا المهندس بعينه من خلال الرؤيه بيحدد اذا كان يعني صالح ام لا، لكن الوحده الجديده اللي احنا شفناها النهارده كل هذه العمليات، عمليات الفحص الفني للسياره تتم بطريقه آلية، فده طبعا تطور كبير جدا ومهم وسيشهد توسع في الفتره اللي جايه. ده كان اول المحطات لرئيس الوزراء. بعدها طبعا تفقد المحاور المختلفه في محافظه الجيزه اللي هي بتستهدف طبعا تيسير الحركه المروريه وتخفيف الضغط على الطرق علشان تواكب او تتوائم مع التوسعات، سواء التوسعات العمرانيه في المدن القائمه او المدن الجديده. ده كلام مهم. في تصريحات لمعالي الوزراء رئيس الوزراء النهارده مهمه حول عدم السماح بالبناء مره اخرى وفي بعض الاحياء بالقاهره والجيزه والقليوبيه واسكندريه وبعض عواصم المحافظات. ده يا فندم هذا التصريح او هذا القرار له علاقه بالقرار السابق لمعالي رئيس الوزراء بوقف منح تراخيص البناء لمده 6 شهور، هل هو تاكيدا عليه بالقاهره والجيزه؟ طبعا هو القرارين مرتبطين، لكن هو رئيس الوزراء لم يعني ما قالش كده انه هنوقف البناء في القاهره والمحافظات، وقال بعد ما نراجع الاشتراطات الجديدة، الاشتراطات البنائية والمخططات العمرانية، يتم هذه المراجعة خلال 3 أشهر، قد نصل لنتيجة أو يعني شيء مفاده إن بعض الأحياء، بعض المناطق لن يتم السماح بالبناء السكني فيها مرة أخرى لأنها أصبحت مكدسة في المساكن. فهيكون من المناطق دي تم تحديدها؟ لا طبعا هو الدراسة هي اللي هتحدد، يعني يجري العمل حاليا وفي مهله يعني خلال من 2 لـ3 أشهر ستقوم وزاره الجهات المعنيه كلها، وزاره الاسكان، التنميه المحليه، بالاستعانه ايضا بالجامعات الاقليميه، جامعه القاهره وكليه الهندسه والتخطيط العمراني، جامعه اسكندريه والكليات المناظره للتخطيط العمراني والهندسه، سيقوموا باعداد هذه الدراسه بالمخططات العمرانيه والاشتراطات البنائيه. فإذا ما تبين لهم من خلال هذه الدراسة تصدر خلال 3 أشهر أو أقل أن بعض الأحياء أصبحت مكدسة بشكل لا يتناسب مع مساحتها ومساحات الشوارع والمرافق اللي هي موجودة فيها، فقد يتخذ قرار بوقف أو منع البناء في هذه الأحياء أو هذه المناطق. دي لسه دراسة بتتعمل طبقا للجامعات اللي حضرتك قلتها. يعني دراسة المخططات العمرانية الحالية ومقارنتها بالمخططات العمرانية المستقبلية علشان نحدد أي من هذه المحافظات أو أي من هذه الأحياء يعني يقبل المزيد من التوسع، وأيها يعني أيها أصبح ممتلئا، بحيث أن موضوع أن احنا نبني مزيد من المساكن فيه أصبح غير مقبول، وبالتالي قد يصدر عندئذ القرار بان هذه الاحياء لا يتم فيها بناء مساكن، لكن قد يعني يتم بناء يعني اشياء لاغراض اخرى، ربما حاجات تجاريه، مستشفيات، مدارس، طبعا كل هذه مستثناه. خدمات. نحن نعني الخدمات بالضبط كده، نحن نعني بوقف البناء في بعض الاحياء هو وقف البناء لاغراض السكن في الاحياء التي يعني ستحددها الدراسه المنتظره من الجهات المعنيه.
لكن تحديدا ما قالش وصرح رئيس الوزراء ان من لم يتقدم للتصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون سننفذ الازاله فورا. لا طبعا هو صرح بذلك. نعم. صرح بحاجتين فيما يخص مخالفات البناء. أيوة. صرح بان الذين تقدموا بالفعل طبعا عددهم ربما وصل لحوالي 325 الف طلب. هؤلاء مطلوب منهم انهم خلال الفتره القادمه يعودوا المرور على الاماكن التي تقدموا فيها بالطلبات من اجل الاستفسار عن مبلغ مقدر يعني او كفيه التصالح. هذا المبلغ سيتم تحديده من جانب الجهات المعنيه، وهيكون هذا المبلغ عباره عن نسبه من القيمه الاجماليه لمبلغ التصالح، وسيتم استنزاله طبعا في نهايه الفتره عندما يتم او يتقرر مبلغ التصالح النهائي. نعم. ده بالنسبه للذين تقدموا بالفعل، ومن لم يتقدم لاستداد جديه التصالح، من لم يتقدم خلال الفتره القادمه، وايضا الذين لم يتقدموا من الاصل بطلبات للتصالح. ده مهم، دي شريحه برضو مهمه انها تعرف. يعني الفئتين هنا اللي هم لم يتقدموا اصلا للتصالح. نعم. او الذين تقدموا ولم يقوموا خلال الفتره القادمة أو لن يقوموا خلال الفترة القادمة بسداد مبلغ جدية التصالح. نعم. سيتم تنفيذ قرار الإزالة الفوري بالنسبة له بلا من غير ما يبقى في مدة محددة، لأنه مش كل شوية هنقعد ندي فرص، يعني الموضوع خلاص محسوم. لكن فيما يخص مبلغ جدية الحجز، اللي الجهات يعني المعنية هتحدد فترة زمنية معينة، وسيطلب من كل من قام أو تقدم بطلب للتصالح أن يقوم بسداد هذا المبلغ خلال هذه الفترة. فإذا انتهت طبعا الفترة اللي هيحددوها دون سداد، أو بالنسبة أيضا لمن لم يتقدم من الأصل الطلبات، هؤلاء سيتم تطبيق القرارات الإزالة الفورية اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المهلة المقررة.